الناس كنتعاملوا معاهم عادي، كل واخد الاحتياطات ديالو، حنا واخدين الاحتياط ديالنا والكليان حتى هو كياخد الاحتياط ديالو. وبالنسبه للسلطات حتى هما كيعلمونا 6 ديال العشيه كلشي كيدخل، يعني ملي كتوصل 6 لاروب ولا 6 القسمين كنبداو نجمعوا شغلنا وكندخلوا في حالتنا، لانه واخا تبقى كاع المواطن غيدخل ما عندكش معاه من تبيع وتشري، وهذا هو اللي كاين. لان هاد الوباء خصنا نتعاملوا كلنا بحال بحال، كلشي خصو يتعاون. لا ما كاينش شي زيادات لحد الساعه، كنتقداو السلعه كما كنتقداوها وكنبيعوها كما كنتقداوها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.